رمضان كريم على كل مشاهدي قناة سما، وتحديدا برنامج منا وفينا. حلقة جديدة وضيف جديد، ضيف كالعادة مو مجرد انه سوري فهو مميز اكيد. لتعرفوا مين ضيفي لليوم اسمحوا لي بالفاصل القصير. ضيفي لليوم جامع بشخصيته واعماله كل شيء، يعني هو شاعر، هو كاتب، هو مغني، هو ممثل، يعني عطى لكل شيء بوسط الفني منه من روحه. وعلى فكرة هاي الصفة بتشبه أو تكون الصفة الأساسية بشبابنا السوري. عنا هذا الحب لكل شيء ونحن منتقن كل شيء، شوية تدريب من هون شوية دعم من هون بيكون اسمنا سباق، وإذا بيكون موجود مثل ما عم يعمل أو كيف عم بيخطط فحيكون بالأيام الجاية اسمه حيلمع أكثر وأكثر. معي فادي شاعر. رمضان كريم فادي. رمضان كريم، وكل عام أنت بخير، وكل عام وقناة سما دائما بألف خير يا رب. فادي، شهر رمضان شهر مختلف، بتحس قد ما مرق عليه سنين وقد ما مرق عليه أيام هو نفسه نفس الروح. أنت بعد اللي كبرت، يعني أنا بحس هلأ وقت بحكي هاي الأشياء، إحنا وأصغر كان في جو مختلف طبعا. أنه أحلى رمضان هلأ ولا وقت كنت عند أهلك بالبيت وهي اللمة هلأ؟ أحكي لك شغلتين. أحكي لك. لما أنا كنت صغير هاي الفرحة تبع العائلة أنه أنت ناطرة رمضان ليخلص بس لحتى تأكلي أكلات العيد، خصوصي أنه أنا من منطقة مدينة حلب، فهي الأكلات وأكلات والشربات والشغلات الحلويات تبع حلب تبع العيد يعني بالأخص، فهي لحالة وعيديات العيد، عماتي عمامي خالاتي إخوالي كذا، فهي هي بالنسبة لنا كان نحن أطفال هذا سقف طموحنا. صح. أما لما كبرنا ولا بعد ما أنا تزوجت اختلفت شوي الأمور، صار أنا بقى بدي أنت بدك تعطي العيدية. صرت أنا بقى بدي أدفع، صرت أنا بقى بدي أصرف، صرت أنا بقى بدي أقوم بهي الواجبات. يا رب يطول العيد. يا رب يطول العيد. طول العيد. فأنا بتمنى أنه يجي مثلا رمضان بشهر واحد بالسنة الأولى ويخلص بشهر 12 من السنة اللي بعدها. فادي، منا وفينا هن 10 أسئلة بيحكوا عن سلوكيات الشعب السوري. يعني في مجموعة أسئلة بدي أسألك إياهم اليوم. مستحيل ما تكون بتعرفهم. نحن بنعرف بعض، طالما بشيء بتعلق بالشعب السوري فأكيد بنعرف بعض. فأكيد مننا وفينا. طبعا هدول 10 أسئلة، في لكل سؤال خيارين. أوكي. وعطيناهم لعينة من الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي. تمام. ونفسهم حسألك إياهم. أوكي. بالأخير في نتيجة إلك فادي. اوكي، في تقييم طبعا. اوكي، ما يكفي لعبه الى هدف. اوكي، ان شاء الله يكون من اهل. بلش اول سؤال. اوكي، اعطوني اول سؤال لو سمحتوا. بيعتبر السوريين يوم الجمعه يوم للاجازه والتسليه ولا يوم مقسوم للنوم وللمشاكل؟ برايك يوم للنوم والمشاكل. للأمانة هذا اللي بيصير معنا نحن، طالما كلياتنا بنفطر صبح فول، يعني هي أكلة مقدسة عند الكل طبعا. فدائما خلقنا هيك براس مناخيرنا وبنستنى يوم الجمعة ليجي لحتى نتمشكل فيه. مو طبيعي. يا الله، هذا طقس على فكرة. يعني طقس منيح ما بينتهي مثلا بشد شعره. يعني للأمانة هي عاداتنا نحن، ما تعودنا عليها. ما فينا. أعطوني النتيجة لأشوف. 70%. ليك هدول استحي يقولوا انهم بيتخانقوا. ما عاد تكون صوتهم معباية الحارة. أي يوم للإجازة يعني والتسلية هذا. هن ربما السوريين صحيح، بس قلت شو من الغربتلية، عرفت شو؟ الغربتلية انه يوم للتسلية وكذا. صحيح. سؤال ثاني. يلا. الأب السوري من أكبر مهامه المنزلية إطفاء إنارة الغرف ولا ترتيب المنزل؟ يعني إذا بدنا نقول ترتيب المنزل، أنا بدي أشوف حالي على المراية إنه أنا معقول إنه أنا حدا بيرتب المنزل؟ هذا أب سوري. هذا أب سوري. إيه، في مرة من المرات أنا قلت لها لمرتي، قلت لها خلص العزيمة علي، أنا بدي فوت على المطبخ وبدي أعمل أكل رجاء لحدا يفوت. قارت. أوكي. والله فتت أنا شي ساعة ساعة ونص هيك شي عم بعمل أكل، فتحت هيك بس هيك باب المطبخ، يعني المطبخ قالب هيك قلب. يا وأنا يعني يا دوب عم بستخدم أدوات، عم أقطع ليمونة وعم أقطع المجلة، مو هون المجلة هيك من باب المطبخ كبير وكذا، فالمطبخ كله هيك معرم، فنحن ما لنا علاقة
بس لكم علاقة مهمة بطفطاية الأضوية أكيد. نحن بندفع فاتورة الكهرباء إذا وجدي طبعا نحن بندفع. أنا أبي رمضان كريم بابا كان شو بدي اقول لك، انا كون قاعده مثلا بالغرفه عم بدرس ومو شايفني فجاه تفضل مزبوط ليه انا هون انا ما شفتك. انا هي الحاله صايبتني هلا كمان عن جد، كل ما فوت طفي ضو لا انه انا فايت على البيت برجع بشغله شوي. كم ولد عندك فادي؟ ما عندي ولاد والله. ما عندك ولاد بس هيك عايشه هي الحاله مع زوجتك؟ مبسوط يعني، زوجتي ممثله نجمة دوبلاج، انا بفتخر فيها دائما وبحبها كثير، اسمها لينا ضوى. طبعا نوجه لها تحيه لزوجتك ورمضان كريم أكيد, اكيد على كل عائلتك. اعطوني النتيجه. نتيجه اكيد اطفاء اناره الغرف. الغرف والمنزل هيدا بتكون مع هيك يعني بخبره هيك مع اساوي كمان. ايه اعطوني النتيجه لنشوف. هات يا فادي لنشوف. اكيد اطفاء يا الله انا بقى يعني هدول واثقين واضحين مثلك. ترتيب المنزل يعني غالبا هدول ال كمان هن الغربتلية لأنه هن بيكونوا أساساً عزابية. أي تمام فمتعودين على فما بيقدروا لأنه بيشتكوا عليهم الجيران وكذا فهن متعودين على الرتابة والرستة أو الكذا. هي أول فترة تمام الرستة حتى نحن كمان يعني أول ما تجوزت أنا كتير كنت مرستة. أيوة عرفت شو هيك بعدين أخذت وش مو أخذت وش ما انجرأت يعني أنه ما عاد لي علاقة حتى أنه أنا بدي حدا يشيل لي يعني الحرام. أعطي سؤال تاني. هات لشوف يا فادي. أها سوري وقت يعصب بيخلط الحابل بالنابل ولا بيعرف كيف يتصرف؟ في شيء بيقول ضع الحابل بالنابل والشوك ما هو سنابل. فنحن غالبا بنخلط الحابل بالنابل، بننكت الخمير والفطير يعني بنطلع القديم والجديد بنفس اللحظة. في حالة لسه أصعب اللي هي نحن في عندنا عدد من السوريين ما عاد بيشوفوا قدامهم يعني غباشة هيك ده لا وفي شغلة تانية كمان أحلى وحسب أحلى هي مو حلوة على فكرة إنه في شغلة كمان أحلى إنه كمان تفرق بين الرجل والمرأة يعني ممكن طبعًا. الرجل مثلا إذا بده يعصب وكذا ويطلع عن طور ممكن يعمل شغلة ممكن يكسر شغلة ممكن يطلع برات البيت. أما المرأة يعني شو بدي لك بشكل عام الأنثى يعني طبعًا أنا كتير بحب الأنثى وبحترمها يعني فهي بتلاقي نكتة الخمير والفطير والقديم والجديد وبتذكرك يعني أحلى شيء بالتواريخ. إيه وقت خنتي كنت لابس الكنزة الحمراء الساعة كذا أنا رحت الساعة كذا وكانت الساعة كذا وكان يوم كذا وأنا بالعلاقة بتعطيكي علامات إنه كنت عاملة مجدرة تماماً وأكلت منها وأنت غصيت ليش؟ لأنه أنت كنت آكل فكرة شو هي هيك الفكرة بيخلط الحابل بالنابل. اعطوني النتيجه لو سمعتوا. 70% اكيد بيعرف كيف يتصرف وهي اذا ما كان كثير معصب عرفتوا يعني اخر هيك يعني اداريين اكثر ما دخلنا فيه يعني هنا في منهم سوري اكيد بس نحن عم نحكي على هيك وين مايل الاباء تماما. اعطوني سؤال ثاني. ايوه اكثر شغله بتعصب الشاب السوري ينتظر زوجته لتخلص لبس ولا عجقة السير؟ هلا هن اكيد الاثنين صح اكيد بس انت برايك كيف جاوب الشارع السوري؟ انا برايي انه اذا كان رجل اكيد بينتظر زوجته لتخلص لبس لانه هي انه يلا يلا ها خمس دقائق يلا لا ما في خمس دقائق ما بتقول ما بتحدد لك عرفتي شو؟ بيكون رقم مجهول يلا يلا ها رح خلص يلا يلا ها رح خلص فهي ساعتين ساعتين ونص انه هي هلا فايقه من النوم بس يعني خلصت رح خلص على فكره هذا الحكي كثير ظريف لا لا منطق يعني اما نحن الزلم عجقة السير هي اللي بتعصبنا يعني للامانه برايك جاوب عجقة سير؟ لا كيف ما الشارع شو برايك جاوب؟ الشارع جاوب انه بينتظر زوجته اكثر شيء بتستفز الرجل 70% اكيد ليه نسي عجقه السير يعني عم تخيل شكل اللي عم بيجاوبه لا اكيد ما بنطر حدا او هيك. السؤال اللي بعده هات لنشوف يا فادي عن مين هلا؟ اها سيران الشاب السوري بهالايام بيعمله بالبيت ولا على دور البنزين؟ هلا يعني اذا بدنا نحكي على دور البنزين هلا ما كل الشباب عندها شو اسمه سيارات بس بتوقع انه الشعب بيقول انه على دور البنزين. ايه على دور البنزين ايه. اكيد هلا نحن الامانه هلا صرنا عن جد نحن نقضي مثل ما بقول الاستراحه بالبيت يعني لا عدنا تماما كمان في فئه ثانيه من العالم ايه.
ما فيك تروح، وين بدك تروح؟ الصياعة على كافيهات يعني، ما أكثر من هيك ما في. بس كمان في أشخاص ما فيهم فادي. إي طبعاً. يعني أيام الكافيهات ونقعد بكافيه وهي كانت أهم، بس هلأ هلأ كثير صعب، خاصة في أشخاص بأرقلوا بيحبوا هذا الجو، صار جداً صعب يعني. كثير صعب مادياً يعني أكيد. فممكن يكون بيعملوه بالبيت كمان يعني، حتى يكونوا لا هي صارت القصه بالبيت يعني، بس انت بس بدك حدا معك يعني، مين شريكك؟ اي تماما. فوين ما عاد انت شريكك تزبط تماما. بقى شو بتجاوبنا؟ انا دور البنزين 20% على دور البنزين و20% بيعملوا هالسيران بالبيت. اوكي، سؤال بعد. وقت بتنقطع الكهرباء اول شيء بيعمله السوري بيعصب مع انه بيعرف وقت القطع، غريب. ولا هي صدمه، هي صدمه بس ما عم نقدر نتقبل الامانه. هي احكي لي شغله يعني، هلا نحن انا مره من المرات طلعت بمصعد قمت عصيت يعني كلمه عصيت انه انا ما في حدا مثلا يطلعني لبين ما انا، وما في تغطيه بالمصعد، بس المصعد ما بيكون في تغطيه، غريب يعني، محجوب عن التغطيه على الهواء مباشره، مو طالع هيك تحسيه على الهواء مباشره، فهو عن جد ما في تغطيه. شو عملت؟ ما ضليت ناطر. كم ساعه؟ شي 3 ساعات لحتى في حدا هيك فايت بالبنايه سمعني عم خبط، راحوا فتحوا لي الباب شقوا لي هيك، كنت انا رايح مشوار يعني، زحفت هيك تعبيت وكذا الى اخره، رجعت طلعت على البيت لغيت المشوار وخلصت. طبيعي. بس هو عن جد نحن لا عن جد انا بعصب بس تقطع الكهرباء، علما انه بعرف انه حتقطع، عن جد بعرف. هلا الليدات والبطاريات والمدري شو هي التفاصيل والمولدات يعني، للامانه صارت عم تخدمنا اكثر يعني. قصدك تعود على هالحاله؟ تعودنا كثير على الحاله. اعطوني النتيجه. هي بسيطة فادي. ايه بسيطة، بس تقريبا النسب يعني منطقي جدا يعني، فعلا لقينا حلول. هلا شوفي هو دائما انتم في يعني في شيء له علاقة بين الزلم والنساء للأمانة، هلا هون بيعصب مع انه بيعرف انه وقت القطع، نحن تعودنا، بس اللي بياكل هم أكثر المرة طبعا بتشتغل كل شيء يعني، كله لا غسلة بتلحق ولا سوشيال. نحن بنسأل، نحن بنسأل طبعا انه انا وين، ليش ما انغسلوا؟ ليش ما نكو؟ ما انت بدل ما تسالني ليش عم تسالني ما في كهرباء؟ يا الله ما اصعب هالسؤال. اعطوا السؤال بعده. من صفات الشاب السوري كبير قلبه وبيسعى الكل ولا مخلص ووفي؟ من صفات الشاب السوري العازب، يلا عشان تقولي ما عم تحددي. قلبه كبير وبيسعى الكل. حبيب. حبيب زمانه. يا رب ما تكون العينه اللي سالت شباب. أعطوني النتيجة. لا هي وحياة الله شباب، صدقني بنات شباب. إذا شباب تبهدلنا قالوا لي لا لا كان لازم أقول لك إذا شباب والله. لا حدا بيقول على ذاته مخلص ووفي طبعا، مستحيل يقول لك إنه أنا بحب الكل مثلا. إيه أنا مخلص ووفي ومبخون ويعني من البيت للشغل، من الشغل للبيت تماما. هي العينة شباب، ما عاد بدي تشعبالي يحطه بغير سؤال وحدد بنات عن جد من العينه. إيه؟ لازم، لانه حيكون قلبه أكيد كبير يعني هيك بشي 1000% اكيد. والله العظيم لا يعني حتى اذا بتعرفوا انه هو منيح وكذا هيك يعني، ايه بتقول لك لا لا يعني هو قلبه بيسعى الكل من نظره مثلا، من ابتسامه. إيه؟ كله طبيعي. ايه سؤال بعده، سؤال يلا. ايوه، تشتهر صفحات السوريين ببدايه شهر ايلول بأغنية رجع أيلول. ما هو ولا خطأ. ما هو مواقع التواصل بشكل عام هي اللي تشتهر بهي الأغنية. على فكرة الله يطول بعمرها الست فيروز، هي قامة كبيرة أكيد كلياتنا بنحبها، بس يعني فعلا نحن في عنا أشهر مع متعلقين ببعض الأشخاص وبعض الأغاني، فأنا ما كثير بحب. أنا أتحدى حدا هلا بكتئب بس يجي الشتي أنا عن جد؟ إنه إيه شو رجع 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 البرد رجع. بس أنا أتحدى أي حدا هلا يحط لي يعني يكون هلا في على صفحته خلال ايام مضت اغنيه رجع ايلول. ما في هلا رجع ايلول، هلا كله ادعيه شهر رمضان مبارك. اعطوني النتيجه اكيد صح، والشاطر يلي بينزله اول يعني بينزله من رجع ايلول من 27 اب حتى ايام الثلج تبع ثلج مع انه ما بيكون ثلج، هو بيكون هيك برد يكون ابو شغله هيك يعني، ابو شغله 5 دقائق لا، وبيكون مرق من تحت بناي حدا بفضي فوق شيء هيك مهي المخدات اللي عرفت شو شو اسمه شافت الاكل سجاده اواز السجاده فتلج فورا بقى جملنا.
وعلى فكرة أعتقد اللي بيتابعوه من برا صفحاتنا عن جد صفحات السورية هي تشتهر بهدول الحركات اللي عم نحكي عنها. ما بتوقع حدا بالوطن العربي بيعمل هلا اللي بيعملوه. يعني هلأ صرنا نحن مو منتشرين بكل بقاع الأرض كالياسمي طبعا فأنت هلأ بسألك تحكي عن كل بقاع الأرض طبعا. بأي سؤال صرنا؟ أعطيني السؤال اللي بعده. يمكن صرنا تاسع. أيوة. طفل السوري بالمول طلب شيء ونرفض، بيخجل ولا بيتقبل؟ والله حسب التربية، حسب الأهل. ما؟ إذا رايح مع أمه إيه؟ بيتقبل. إذا رايح مع لا إذا رايح مع أبوه بيتقبل، إذا رايح مع أمه بيخجل. بيخجل بيحرن، يعني بيقعد هيك بالأرض ومش مصيبة هيك. بس بشكل عام برأيك بيخجل؟ والله بيخجل. ما ولا خلي ولا لا بيتقبل مشان ما نحكي على كيف بيتقبل. بيتقبل. ايه خلينا نقول بيتقبل. عطوا النتيجة نشوف. لأنه ما حدا بيقول عن دبسه. لا يا ريت غيرت. عن جد. يا ريت كنت مثلهم. يا ريت كنت مثلهم. عن جد. أكيد بيخجل. بيخجل كثير يعني. ولا بيفهم لا بنظرة ولا بعيب ولا بنكزة ولا بقرصة. بده هذا. ما بيعرف، هو بده شغلته وخالصين. طالما هو طفل ففي حدا مسؤول عنه، فهو رامي حمله كله على تمام. أنا مالي على وين؟ حصانة كذا إلى آخره. أعطوني آخر سؤال. هات أشوف يا فادي شو معي بآخر سؤال. أها. موبايل السوري كلها رسائل من حبيبته ولا عروض محلية؟ إذا كان حابب جديد إيه من حبيبته، وإذا كان مو حابب جديد ولا والله لا حبيبته ولا أبو حبيبته كله عروض محلية. أكيد كل عروض محلية. لا في هلأ دارجي قصة طبعا. سمعتوا شو عامل؟ أو بستنزل غنية. إيه بستنزل غنية مثلا. عرفتوا شو مساوي فلان؟ إنه شو مساوي خير؟ قال منزل سعره وكذا. ياي كون هو كابسنا مغلي سعره ومعامل يكون نفسها يعني. إيه نفسها بس أقل. نتيجة ورجونا. عروض محلية طبعا. أي موبايلاتنا كلها للصراحة لا حدا عشقان ولا حدا ما في حدا ما حدا فاضي. وبيروكب الموبايل على فكرة. ما حدا فاضي. بيروكب موبايلك منه وبتصير بدك تعمل هيك قعدة حذف طويلة عريضة. ما علينا. فادي شوف النتيجة. أتوقع النتيجة لصالح الجمهور. لصالح الجمهور. لا لا. على كوني أنا من الجمهور فلصالح الجمهور. تماما تماما. أعطوني النتيجة لنشوف. فادي شاعر النتيجة. 75. ليش 75؟ المفروض احترى فكرة في ده. لا. في تحيز بالموضوع. هلا ما بعرف بس لقيت ليش؟ أنا كان في سؤالين غلط. إيه صح. سؤالين بتاخذوا عليهم 5% ترددت في سؤال. ترددت في سؤال. شكرا لكم للشباب. كله امتحانات. شكرا اكيد للشباب اللي عم يساعدوني بالاحصائيات وبكل حلقه. فادي شكرا كثير لك. رمضان كريم. اتمنى تكون استمتعت معنا بهي الحلقه. هو هيك شيء بيشبهنا نحن كلنا كسوريين، نطل على مشاهدينا بشيء سلبي صيامهم ويخفف ساعات للصيام. كلمه اخيره منك فادي لكل اللي عم يحضروا. بدي اقول شكرا على البرنامج اللطيف. شكرا. والحلو. انا عن جد كثير انا استمتعت بهذا المشروع. بتوقع انه اول شيء اول مره انا بطلع بشيء هيك بهذا الليفل وهذا المستوى. شكرا لاستقبالكم. يعطيكم العافيه الكادر الفني. شكرا قناه سما ويعطيكم الف عافيه. وان شاء الله يا رب رمضان الجاي بيكون خير على الكل وكلياتنا عندنا كهرباء. يا رب يا رب. يا الله هالهدى احلى دعوه هيك. خيال صعب شوي. الحمد لله الحمد لله. شكرا كثير فادي. رمضان كريم. مشاهدينا بشوفكم بكره ان شاء الله مع ضيف جديد. باي باي.